كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده المؤمنين في كتابه العزيز فيقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في هذه الآية العظيمة عدة أوامر هي كما قال أهل الصنعة: الأمر للوجوب إن لم تصرفه قرينة ولا قرينة صارفة. إذن يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذن أربعة أوامر، هذه الأربعة أوامر هي أوامر للوجوب ما لم تصرفها قرينة ولا قرينة صارفة. في هذه الجملة يا أيها الذين آمنوا، خطاب عام أم خاص؟ هل هذا خطاب عام ولا خاص؟ ماذا تقولون؟ هذا خطاب خاص، أحسنت، خاص بالمؤمنين فقط، لأن الخطابات القرآنية العامة تقول يا أيها الناس، لكن الخطاب الخاص بالمؤمنين هو يا أيها الذين آمنوا، وخطاب خاص بالمؤمنين. ماذا قال عن هذا الخطاب ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ قال: إذا سمعت في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وذلك في كل كتاب الله سبحانه وتعالى. والاستدلال نقول: يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هنا خير أم شر؟ هنا شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لأن في الربا كل الهلاك. والذي يرجع إلى الصفحة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة توعد بالخلود في النار في أكثر من موضع بسبب هذه الآفة العظيمة التي يقدم عليها بعض الناس وهو غير مبال ولا مراع لما يقوم به. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هنا خير تؤمر به، أن الصبر والصلاة هما المنجيان في هذه الحياة الدنيا.